شوف القضية سلسلة مترابطة في مرتبطة فيه. أن تعرف الحجة عليه، أن تعرف نبيه، أن تعرف ربه، هذه سلسلة تبدأها من فوق وتنزل، تبدأها من تحت وتصعد، لكن المطلوب كل السلسلة. اللهم أعرفي نفسك، فإنك إن لم تعرفي نفسك لم أعرف نبيك. اللهم أعرفي رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم أعرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يعني التوحيد ليست مجرد فكرة أن لهذا الكون إله واحد، هذه مو مشكلة. الآن قليل في من يؤمن بإلهين، ما أقول ما في، لكن وين ما تروح إذا أي جزء من الحياة تشوف هذا الجزء يشبه ذاك الجزء، خلق الإنسان، خلق الكذا. مرة كنت أتحدث حول داروين ونظرية داروين، قلت داروين وجد التشابه، مشكلته بدل أن يعرف وحدة الخالق استنبط وحدة الخليقة، هذه مشكلته. إجا شاف الإنسان يشبه القرد، وإن كان فقط إشباه في الظاهر، وإلا في العقل الدلفين أقرب إلى الإنسان من القرد. الإنسان يشبه القرد، القرد يشبه فلان حيوان، فلان حيوان يشبه فلان حيوان، إلى أن توصل إلى الحشرة الوحيدة الخلية. إذن هل الإنسان اتطور من هذا الحيوان؟ يعني بداية الخلق كانت حشرة وحيدة الخلية، طورت إلى حيوان عنده أكثر من خلية، طورت إلى أن صار قرد، صار إنسان. يعني راد يكتشف من خلال هالتشابه الموجود استنبط وحدة الخليقة. هذا كان غلطه الكبير، وما أريد أن ناقش نظريته، لكن لو استنبط وحدة الخالق وأن أعماله متشابهة لكان أراحنا وأراح نفسه. قلت هذا يشبه أنه البشر يموتون، ثم يأتي كائن من كوكب من الكواكب يجي يشوف بايسكل وما بايسكل، ويشوف سيارة، ويشوف قطار، ويشوف طيارة، يقول تدرون الطيارة من وين اجت؟ الطيارة من البايسكل. البايسكل اتطور صار موتورسيكل، موتورسيكل اتطور صار سيارة، سيارة اتطورت صار قطار، قطار اتطور صار طيارة، طارت الطيارة فوق. يا عم اللي سوى هالوسائل كلها فد واحد وانسان، هو الانسان والبشر، وصنع هذه الاشياء اللي تشوف متشابهة، تايرات متشابهة، ويروحون يقول لك الجمجمة المتشابهة جمجمة القرد مع جمجمة الإنسان، الإنسان عنده إيدين وقرد عنده إيدين، الإنسان عنده رجلين، هذا نفس المشكلة. فايسكر عنده تايرات وعجلات، والماتورسيكر عنده عجلات، والسيارة عندها عجلات، والقطار عنده عجلات، والطيارة عندها عجلات، إذا أصل الطيارة من البايسكل مثلا وما شابه ذلك. الخلق وحدة الخلق لا يكفي، إذن أن تقول عندنا رب واحد لا تشابه اللي نشوفه، وما في مجال نقول اثنين، ما في طاقة علميا فطريا من أي جوانب. لكن المشكلة وين؟ أن الإيمان بإله واحد عند بعض الأفراد واقف عند هنا، الله واحد خلاص، لا، الله واحد، الله أرسل رسل، الله عنده شغل ويانا، الله حكيم، ما يخلق شيء اعتباط، احنا مو نكتة طلعت بالصدفة وتموت بالصدفة، نشوف آثار الحكمة فينا. الحكيم لا يعمل شيء اعتباط، جايبنا بالقوة، ياخذنا بالقوة، شنو الهدف من ورانا؟ ليش احنا هنا؟ هذا ليش لازم يوصلك الى الانبياء، من الانبياء الى الاوصياء. ستبدأ من ايمانك بالله إلى إيمانك بالنبوات إلى إيمانك بالأوصياء، أو تبدأ من الحجة إلى النبي إلى الله عز وجل. وهذا هو المطلوب الأساسي، ولذلك الإمام الصادق قال إلهامنا التوحيد. التوحيد مو واقف في المكان، التوحيد يجي إلى حتى القرش التي تعطيه لفقير فيه نسبة من التوحيد، الصلاة التي تصليها، العلاقات اللي عندك. يعني مفروض إيمانك بإله واحد خلق الخلق وكلهم عباده
أن تعتني بهم، أن تساعدهم، أن تعطيهم، لأنهم زملاء لك. الناس حديث الإمام علي سلام الله عليه، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخدمة.